مكتب التدريب الشهيد عدنان ابو امجد، تعال اجمال 100 رفيق جاهز يحسب لهم تعليمات القياده. تركب سلاحك، قدم سلاحك، تحيات شهداء. قدم سلاحك، كتف سلاحك، جنب سلاحك. نرحب بالضيوف الكرام، شيوخ ووجهاء عشائر الرقة، عوائل الشهداء، عوائل المقاتلين. اليوم نحتفل وإياكم في إحدى مصانع البطولة لقوات سوريا الديمقراطية التي حاربت أعداء تنظيمات العالم الإرهابية نيابة عن العالم أجمع، وانتصرنا بالدم، حيث أننا قدمنا الشهداء وننتصر في كل يوم، ننتصر بالتدريب، بالعمل، بالانضباط، ونحن على ثقة تامة أنكم ستترجمون ما تلقيتموه من تدريبات بين صفوف قوى سوريا الديمقراطية وفي المجتمع. تلف إلى القسم، أقسم.